وحول اليوم الوطني ينضم إلينا من الرياض رئيس جمعية الطيران السعودية الأمير فهد بن مشعل بن سعود. بداية سمو الأمير، نرحب بكم في هذه النشرة ونهنئكم بمناسبة هذا اليوم الغالي علينا جميعا. يا هلا والله وسهلا أخو يحيى، وهذا شرف كبير المشاركة في مثل هذه المحافل الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا. وبرضو كمان بهذه المناسبة أنه بأسماء وأصدق التهاني والتبريكات أرفع المولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وأيضا إلى الشعب السعودي العزيز النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90، ذكرى توحيد هذا الكيان على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. ونحتفل ولله الحمد بهذه المناسبة السعيدة، ونحن نرفل في نعم الله تحت ظل قيادة حكيمة ووطن عزيز، ونحن بالله ثم بهم عازمون وماضون بإذن الله لتحقيق مسيرة الخير والنماء على خطى الآباء والأجداد. وهذا فضل من الله ونعمة يوليها علينا، تدعونا للشكر للمولى عز وجل على كريم فضله ومنه، وتدعونا أيضا إلى المحافظة على مكتسباتنا، مواصلة العمل لتحقيق المزيد أيضا من النجاحات والإنجازات. وأيضا بهذه المناسبة أحب أضيف أنه نجدد العهد والولاء والوفاء لقيادتنا الحكيمة، داعين الله أن يسدد خطاهم وأن يؤيدهم بنصره، كما أحيي رجالنا الأبطال في كل الميادين، سواء العسكرية، الصحية، الإعلامية، الاقتصادية وغيرها من ميادين الشرف والعز، فلهم منا كل تحية وتقدير ودعاء، ونسأل الله القدير أن يديم علينا نعمة. نعم سمو الأمير، أنتم في جمعية الطيران السعودية ما هي المحاور التي تركزون عليها لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية بالتزامن مع اليوم الوطني؟ نعم، بالنسبة محاور، أول شيء الالتزام بالعمل الجاد وفق مؤشرات رؤية 2030، تحقيق متطلعات القيادة والمواطنين هو أهم ما نسعى لتعزيزه دائما في رسائلنا وأنشطتنا في مثل هذه المناسبات التاريخية. نحن ولله الحمد نحتفل بإنجازات الآباء والأجداد، ويجب أيضا أنه نتمسك بتحقيق الخطط والرؤى والمكتسبات ليحتفل من بعدنا الآباء والأبناء والأحفاد. نعم سمو الأمير، كيف تعكس الطفرة في قطاع الطيران التي نشهدها، كيف تعكس المسيرة التنموية الشاملة في المملكة؟ والله أخو يحيى، السعودية كدولة متراصة الأطراف وكسوق حيوي واعد، يعتبر الطيران في أحد أهم روافد المسيرة التنموية. التغير الكبير في ارتفاع جودة الخدمة سواء في المطارات أو الأجواء مع فتح مشاريع جديدة يؤكد أن الطيران جزء رئيسي لا يتجزأ من مسيرة التنمية. نعم، وكيف يمكن أن نخلق منه رافدا للاقتصاد تضامنا مع رؤية 2030؟ في الواقع اللي نعيشه ونشاهده اليوم المكتسبات التنموية هو أصلا تحضير وتأسيس فاعل للطفرة حقيقية شاملة، وبإذن الله تصبح بها السعودية منصة لوجستية دولية ليس فقط على المستوى الإقليمي أو المحلي. الطيران بفروع المهنية والأكاديمية جزء أساسي في خلق هذا الحراك التنموي الداخلي والدولي. أيضا رؤية 2030 واضحة المسار والخطط فيها واضحة أيضا، ويجري العمل على تنفيذها بكل دقة، والظروف مهيئة أصلا، ونحن كحكومة وكشعب عازمين إن شاء الله بإذن الله على تحقيقها بحول الله بإذن الله. إذن فائق الشكر لسمو الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران السعودية، كان معنا من الرياض، شكرا لك.